في عام 96 هجري قتيبة بن مسلم الباهلي توسع في الفتح في بلاد ما وراء النهر، وكان مقر جيوشه في مر في أراضي جمهوريات الإسلامية الآن، وقرر أن يفتح الصين، فسار بجيوشه حتى نزل على مشارف المملكة في الصين على حدود الصين، وقد انطلق من بغداد. نزل قتيبة على حدود الصين وأرسل إلى ملك الصين إما الاستسلام وإما المناجزة، فأرسل ملك الصين أن أرسل إلي رسولا يفاوضني، فأرسل إليه هبيرة ابن المشمرج الكلابي، رجل بدوي لكنها عزة الإسلام، بدوي لكنه موفة إلى ملك الصين. فلما دخل على ملك الصين بادأه حتى يخيفه، قال: أرى أن صاحبك قتيبة قد غرته نفسه، وهو ما هو من قلة الأصحاب ومن حرصه على الحياة، قل له أن يعود، وإلا أرسلت عليكم جيوشا غدا أهلكتكم جميعا. أتدرون ماذا قال هذا البدوي يخاطب ملك الصين؟ قال: يا هذا، يا هذا، كيف يكون قليل الأصحاب من آخر جيوشه عندك وأولها في منابت الزيتون في الشام؟ وكيف يكون حريصا على الحياة من تركها قادرا عليها وغزاك في عقر دارك؟ وأما تهديدك إيانا بالقتل فإن لنا آجالا إذا حضرت فأعزها إلينا وأحبها الموت في سبيل الله، فوالله إن وإياك لعلى أمرين اثنين، إما على مناجزة وغلبة، وإما على موعود الله الجنة، فالجنة لمن يموت والنصر وملكك لمن يبقى منا. فارتعدت فرائس الملك. هذا البدوي البسيط يتكلم بهذه العزة وبهذا الاستعلاء. قال: ما يرضي قائدكم؟ تغير النبرة مباشرة. فما يرضي قائدكم؟ قال: حلف بالله ألا يعود عن أرض الصين حتى يطأ أرضها في قصرك، وحتى يختم ملوككم بختم التبعية، بختم الاستسلام لجند الله. قال: نرضيه، احملوا من تراب قصري وأرسلوه في صحائف الذهب إلى القائد حتى يطعه وهو في مقر قيادته، وأرسل له أربعة من أبنائي وأبناء الملوك فليختمهم، وقدموا له ما يريد على أن يصالحنا ويعود عنا. ففعلوا، فرضي قتيبة بذلك، فختم أبناءهم ووطأ تربة أرضهم وعاد، وقد ترك للإسلام عزة وشمما وشموخا في تلك الديار.